واحد من نجوم الجهاز الفني السابقين مع منتخبنا الوطني، وتحديدا في تدريب حراس مرمى منتخبنا الاول ومدرب حراس منتخبنا نادي سموحه في التوقيت الحالي الكابتن احمد ناجي. مساء الخير على حضرتك يا كابتن احمد، وكل سنه وحضرتك طيب. نهان كل سنه وانت طيبه وانت بخير يا رب. مشاهدين اون تي في طيبين ورمضان كريم عليكم كلكم. الله اكرم يا رب، ايام خير علينا كلنا. يعني ابدا كده مع حضرتك، من قبل ما امبارح يتم حسم خلاص ملف رحيل مستر كارلوس كيروش، وكان في انباء زي ما كنت بتكلم ممكن يفضل وممكن يرحل، حضرتك كنت مع انهي سيناريو؟ والله يعني مستر كارلوس كيروش ليه ماليه وعليه ما عليه، زي اي مدرب في الدنيا يبقى عنده افكار وناس موافقه عليها وناس مش موافقه عليها، لكنه بذل جهد طيب جدا، ويعني وصلنا لنهائي البطوله الافريقيه وخرجنا بضربات الجزاء، وصلنا لنهائي تصفيات الكاس العالم وخرجنا بضربات الجزاء، يعني ضربات الحظ الترجيحيه. كان ممكن كل ده يتقلب في لحظه لافراح هنا وهنا، اكيد يعني كانت تبقى افراح وليالي ملاح، ولو احنا كسبنا ضربات الجزاء وفي افريقيا ولا في كاس العالم. ولكن هو التدريب بالمهنه بتاعتنا دي مهنه صعبه جدا، انا بعتبرها اصعب مهنه في الحياه كلها. ما انا بشوفها كده في منظومه الكوره، بحس المدير الفني في اوقات كتيره جدا بيكون هو اسهل حد ان انت يعني يتم رمي الحمل عليه. انا اشتغلت مع مدربين كبار جدا جدا، يعني اسامي كبيره بجد، يعني مانويل جوزيه واجيري وكوبر وراسفالو سيسكو ونبيل معلول وحسام البدري وكابتن محمد صدقي واحمد سامي، مدربين كبار وناس كبيره جدا يعني، واسامي عالميه يعني، ناس وقفت على بنش انتر ميلان وناس وقفت على بنش فرق عالميه كبيره، يعني كان اجيري ولا كوبر ولا مانويل جوزيه وفي بنفيكا وفي فرق كبيره جدا جدا جدا. والناس دي طبعا انا في مطبخهم وبيتكلموا في الكوره في كل حاجه وبيقولوا وبيحكوا عن كل حاجه وادق التفاصيل وكل الديتيلز اللي في الدنيا اللي ممكن تتكلمي فيها في الكوره في المحاضره الفنيه او التحليل الفني او التدريب العملي او كل حاجه. ولكن ممكن تنزل الملعب تلاقي حاجة تانية خالص غير اللي انت قلتها وغير اللي انت ماشيها، تلاقي حد بينفس حاجة تانية خالص، تلاقي ناس مش فيهمها، تلاقي ناس يعني خارج التركيز. فمهنة مش بتاعت اعمل فتعمل، في ابداع وفي تقاعس وفي اخطاء سيلي ميستيكس وفي حاجات كتير جدا يا مريان في المهنه دي. ولكن احنا يعني مش احنا بقى، يعني شعوب العالم الثالث كله يعني بنشتغل على رد الفعل، يعني ما بنشتغلش فعل. دي نقطة يعني أنا عايز حضرتك تكمل النقطة دي وهرجع لها، حضرتك كمل كلامك، ولكن قصة رد الفعل دي هاخدها منك ونبني عليها سؤال أكيد. يعني المحظوظ كنا احنا محظوظين شوية في الجيل اللي احنا كسبناه. يعني وصلنا نهائي افريقيا صحيح ما وفقناش فيها، لكن وصلنا كاس عالم. نعم. فاستمرنا شويه يعني، لكن لو كانت النتائج غير كده برضه كان هيبقى جود لاك يعني. أكيد يعني هي دي بصراحة منظومة الكورة دايما عندنا في مصر بالتحديد بيكون أول حل رحيل المدير الفني. بيقولوا في أوروبا والبلاد المتقدمة بيبقى في حسابات يعني شوية، وان كان دلوقتي والله انا شفت برضه نفس الموضوع بيحصل، اللي بيخسر بيمشي يعني. فالمساله يعني مساله انه يعني الناس اللي مخوله ان هي بقى تختار والحاجات دي بتبقى في حيره كبيره جدا، والطريقه ازاي وايه اللي يعجب المعايير الناس. المعايير دلوقتي احنا بنتكلم في السوشيال ميديا والتقطيع والكلام ومين جاب ومين ودى، ده فلان هو اللي بيقول، ده فلان هو اللي بيعيد، ده الحكايه بيخش فيها مش عارف ايه، وناس ليها اراء وناس ليها مش عارف بتتاثر بايه، يعني المساله مش هتقدري تمشي. هو كده كده صعب ارضاء كل وجهات النظر. بالظبط كده، مستحيل. نتمنى لهم طبعا يعني أكيد. هم كلهم ناس افاضل واخواتنا، واخواتنا الصغيرين واخواتنا كبار، ويعني
نتمنى لهم ان هم ربنا يوفقهم للاصلح للفترة اللي جاية إن شاء الله. طيب يعني أنا وأنا بتكلم عن فكرة إن المدير الفني هو بيكون أسهل حد لرحيله، مش بتكلم بس عن الكيس بتاعة منتخبنا مع مستر كارلوس كيروش أيا كان على المستوى الفني أو أخطاء في إدارته للمباريات، ده مش بتكلم عليه، ولكن بتكلم بشكل عام عن الفكرة. بنيجي بعدها نبدأ نبص طب الأخطاء اللي موجودة في الفريق، في القماشة، في القصة اللي إحنا بنقعد بقالنا سنين بنكررها من بعد الفترة المتألقة الكبيرة مع الجيل الذهبي، وبعد كده الحال ما بقاش أحسن حاجة، وأكيد حضرتك واخد بالك من ده، وانت ذكرت مصطلح رد الفعل. احنا دلوقتي عندنا أحداث جاية قريبة، ولكن مفيش حاجة قريبة قوي، نبدأ ازاي؟ هل القصة في مدير فني في شهر 5؟ انا فاهمة في أمم أفريقيا، ولكن بنتكلم على أستاذة. ما انا فاهمة في الشهر اللي جاي ماتشين في تصفيات أمم أفريقيا، ولكن انا بتكلم على احنا عندنا هدف اكبر، احنا عايزين نصلح المنظومه. السؤال اللي بساله لك، هل احنا عايزين نشتغل على امم افريقيا ولا عايزين نشتغل ما هو ده بقى الناس تصبر المصرية، ولا الناس تتكلم على المدى الطويل؟ هي لا دي يعني احنا بنتكلم على البطوله الافريقيه ولا مستقبل الكره المصريه ولا بنى وليه اساس ولا يعني ما هو اللي بيبني لازم يصبر، يبنج الناس فترة وبعد كده تفوق تاني على مصيبة سودة جديدة. هو ده اللي بسأل حضرتك عليه، احنا نبني يعني على المدى الطويل ولا نصبر؟ الأول نعرف احنا عايزين نعمل ايه، يعني احنا يعني انا هقول لك على حاجة، يعني مثلا 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 يعني انا خدت شهادة المحاضر الافريقي من الكاف بقالي 5 سنين او 4 سنين ولا حد قال لي تعالى اعمل حاجة، وكان في مدير فني برتغالي مفروض يجي يجتمع معايا ويقول لي هنعمل ايه للحراس، هنعمل ايه مين شايفه يبقى موجود مثلا في قامة كبيره زي كابتن فكري صالح، في كذا كذا كذا، نشتغل نعمل ورش عمل للمدربين ولا كذا ولا كذا. بقى لي 5 سنين يعني انا محاضر افريقي ولا انا عملت اي حاجه خالص، غير كان في وقت الدكتور محمود سعد اشتغلنا شوية لحد ما جت الكورونا وبعدين توقفت الدنيا. فقال لي حاجة من الحاجات، ليه ما يكونش في مثلا 10 محاضرين 20 محاضر لحراس المرمى وفي كده مثلا، والناس تساعد الناس ونبقى زي مثلا انا كنت شغال في قطر 2 سنين كان ورش عمل كل اسبوعين. ما انا بسأل حضرتك من خبرتك، حد كبير جدا من اوروبا جاي اسم كبير يتكلم الناس في الكوره ويشتغل عملي ونظري و و و و يعني خطه متكامله الاطراف لمساعده كل عناصر اللعبه، عشان يبقى مش كل مره احنا بنبقى في مصيبه سودا وعايزين نحلها في 3 ايام بالظبط. ما كده انا بسال حضرتك يا كابتن احمد، يعني احنا دلوقتي محتاجين لما نعمل خطه الافضل ان احنا نعملها خطه على المدى الطويل، طبعا مش على المدى القصير ندخل البطولات ونفسها. يا بنت الحلال احنا الكلام ده بنقوله بقالنا 100 سنه. طب ما هل دي حاجه هيتم سهل تطبيقها؟ يا بنت الحلال والله كل ما بيحصل كده بيحصل الرد الفعل ده، وتطلع الناس كل واحد يرشح له 2 3 وخلاص، وده تقعد على الترابيزه وبالصلاة على النبي بالصلاة عزين يختاروا حد وخلاص. طيب احنا بنشكرك شكرا. الحكاية مش كده خالص يا مريان، الحكاية أكبر من كده بكتير. ما احنا بنحاول نوصل معاك عن وجهة نظرك يا كابتن أحمد. الحكاية كبيرة. طيب بسطها لنا. بتبدأ من خطة عمل لكل عناصر اللعبة كلها، محللين فنيين ومعدين بدنيين وناس نيوتريشن وتغذية و و و كل الحاجات اللي خاصة باللعبة ليها شغل، الشغل ده ليه ليدرز، ناس بتقود العملية دي فاهمة في كل حاجة، كل واحد فاهم في كل شقة عايزين نشتغل فيه، والعملية دي ليها ورش عمل بتتعمل وكل الناس تاخد وشهادات تبقى بجد، شهادات الناس تتعب فيها وتتعلم فيها وتاخد شهادة الرخصة سي، والرخصة سي دي شروطها كذا وكذا وكذا وكذا، ويشتغل في الحتة الفلانية بس لحد ما ياخد بي وبعدين ياخد الاي، وبعدين
يبقى يعني انا مش عايز اقول لك على الحاجات اللي بتحصل في الدراسات وفي الرخص وفي الحاجات دي. كابتن احمد اسال حضرتك سؤال قصير جدا قبل ما نختم، هل متخيل ان الجمهور المصري هيبقى عنده، مع العلم طبعا ان اللي حضرتك بتتكلم عليه ده ناجح جدا على المستقبل، هل متخيل ان الجمهور هيكون عنده الصبر ده؟ الناس ما كل مره هنظلمهم، ما هو لازم نفهم الناس نقول لهم ان ده اللي لازم يحصل عشان يبقى فيه ناتج. لازم الناس تفهم، ما نكذبش على الناس، ما نقولش ان احنا هنجيب مدرب عالمي وهناخد بيه كاس العالم، مش هيحصل. اكيد لازم تكون الاهداف منطقيه وواقعيه. احنا بنشكرك شكرا جزيلا. لازم نصارح الناس، نقول للناس ان احنا محتاجين خطه طويله جدا، ولازم يكون في عناصر كتير جدا تشتغل تساعد كل الناس اللي هي بتشتغل في عشان ان اللعبه دي لعبه يعني مهمه جدا، ويعني زي حاجه من الحاجات اللي بتتعب البشريه كلها. اكيد فلازم نعمل لها زي ما الناس بتشتغل، بنبتدي نعمل حاجات علميه و و و و ونشتغل في الشغلانه دي بقى بجد، ونقول للناس تستنى شويه، عندنا اجيال طالعه، عندنا مسابقات ناشئين، عندنا تعليم مدربين، عندنا حاجات. الحاجات دي هي بقى اللي ونصارح، مش كل مره هنيجي الولاد صراحه ما نجملش الحقيقه، لو الدنيا مش مظبوطه نقول الموضوع بشكل واقعي. احنا بنشكرك شكرا جزيلا يا كابتن احمد. الكابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني الاسبق ومدرب حراس مرمى نادي سموحه في